Welcome to Tarsana's videos. To read all of our full articles and watch our videos, visit the website www.tarsana.net. And don't hesitate to write to us or comment on the subject. <laughs> لنهاية الشهر كانون الثاني وبعد التهديد الإسرائيلي بقصف مطار بيروت إذا تم تهريب الأسلحة الإيرانية عبر مطار العاصمة اللبنانية لصالح المقاومة قد يطرح المرء التساؤل هل أن لبنان قادر بدوره على قصف مطار بن غوريون الإسرائيلي؟ لسنا بحاجة لانتظار تصريحا رسميا للرد على هذا السؤال سبق ان اعلنت المقاومه اللبنانيه عن قدرتها على استهداف وهو اصابه اي نقطه في الدوله العبريه على كل مساحه فلسطين المحتله وذلك بفضل الصواريخ الدقيقه او المسيرات الجويه مع ان حزب الله لا يعلن في العاده ان الترسانه الصاروخيه والتسليحيه التي لم يتم استخدامها بعد فان التلميح كان واضحا للخبراء والمختصين وأتت بعض التقارير الاستخباراتية والادعاءات الإعلامية لتحدد هوية هذا الصاروخ وميزاته. إذا بحثنا في المنتجات العسكرية الإيرانية أو السورية عن الصاروخ المؤهل لتلبية القدرة على الرد، فالجواب سيظهر ساطعا وتلقائيا الفاتح 110 الإيراني والـ أم 600 السوري. إذا تم استهداف مطاره بن غوريون بصاروخ فاتح 110 فسرعة الصاروخ البالغة أربعة ماخ أي أكثر من 4770 كيلومتر في الساعة تتيح الضربة بأقل من دقيقتين إذا انطلقه من جنوب لبنان وتقريبا ثلاث دقائق في حال إطلاقه من البقاع أو الشمال الفاتح 110 هو صاروخ أرض أرض يعمل بالوقود الصلب من إنتاج منظمة صناعات الطيران الإيرانية، طور هذا الصاروخ من صاروخ سلسلة إثنان من خلال إضافة نظام للتوجيه، بينما استهدفت الإصدارات اللاحقة من الصاروخ تعديل عددا من الجوانب الأخرى وكذلك تحسين المدى والحمولة، صنع شبيه لهذا الصاروخ في سوريا حيث سمي هناك باسم صاروخ أم 600 وقد استخدم من قبل الدولة السورية والمساندين من القوات الإيرانية التي تدعمه خلال الحرب الأهلية السورية بعد حرب الخليج الأولى اكتشفت إيران أنها في حاجة إلى صاروخ دقيق قصير المدى لأن صواريخها زلزال واحد ونازعات كانت صواريخ غير موجهة وبالتالي فهي غير دقيقة للغاية بناء على ذلك اشترى طهران 200 صاروخ من طراز اس 75 دفينا قصير المدى من الصين في عام 1989 لم ترضي هذه الصواريخ الايرانيين بسبب ضعف مداها وهيكلها الضخم فطلبت من شركه شهيد باقري للصناعات تصميم وانتاج صاروخ موجه قصير المدى بدأ التطوير في عام 1995 وقررت تطوير صاروخ جديد بناء على صاروخ زلزال اثنان كما افادت بعض التقارير ان سوريا قد انضمت ايضا الى البرنامج واصدرت نسختها المسمى ام 600 بحلول عام 2006 اتهمت وزاره الخزانه الامريكيه شركه الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية بلعب دورا رياضيا في تطوير صواريخ فاتح 110 مؤكده في الوقت ذاته بان ايران لم يكن لديها خبره سابقه بالصواريخ البالستيه التي تعمل بالوقود الصلب، اجرت طهران اولى تجاربها على هذا الصاروخ في عام 2002 وهو نجحت في ذلك قبل ان تعلن الجهات المسؤوله عن بدء انتاجه رسميا. اختبر الجيل الأول من هذه الصواريخ في أيلول سبتمبر 2002 ثم بدأ تطويرها بعد وقت قصير وإنتاجها بكميات كبيرة كان النطاق الأولي للصاروخ يبلغ حوالي 200 كيلومتر أي 120 ميل وبحلول أيلول سبتمبر 2004 أعلنت طهران عن الجيل الثاني من الصاروخ والذي قالت إن مداه يبلغ 250 كم أي ما يعادل 160 ميلا. وكشف النقاب عن الجيل الثالث من الصاروخ عام 2010 حيث أصبح مداه 300 كم أي 190 ميل. صرح وزير الدفاع الايراني حينها احمد وحيدي بالقول ان دقه ومدى وزمن رده الفعل في تحسن كما تحدث عن قدره التخزين مثل هذه الصواريخ في مناطق مختلفه من البلاد بعد ذلك مباشره قدم التلفزيون الايراني لقطات من الاختبار وتاثيره سلمت الصواريخ فيما بعد إلى الحرس الثوري، بينما صدر الجيل الرابع عام 2012، وركز هذا الجيل على تحسين دقة الصاروخ. وكما هي العادة عند المصممين الإيرانيين، فقد تم تطوير نسخ مشتقة ومعدلة من هذا الصاروخ، ومنها صاروخ إم 600 اعتبارا من عام 2008 بدأت سوريا في تطوير صاروخ ام 600 الذي يعتمد بالأساس علي الجيل الثاني من صاروخ فاتح 110، ادعت الصحافة الإسرائيلية في عام 2010 أن سوريا أعطت مئات الصواريخ من طراز ام 600 لحزب الله الصواريخ البالستية المضادة للسفن. كشفت ايران في عام 2011 عن صاروخ باليستي مضاد للسفن سمته صاروخ خليج فارس وهو صاروخ مطور عن صاروخ فاتح 110 ويصل مداه ايضا الى 300 كيلومتر اي 190 ميلا كما هو الحال مع الاصدار الثالث من صاروخ فاتح نشرت ايران في عام 2017 صورا وفيديوهات لتجربة إطلاق صاروخ هرمز اثنان الذي قالت إنه قد أصاب الهدف على بعد 250 كيلومترا أي 160 ميلا فيما وصفت وسائل الإعلام المحلية صاروخ هرمز اثنان بأنه صاروخ باليستي مضاد للسفن وصاروخ مضاد للإشعاع الراداري صاروخ ذو الفقار يعد ذو الفقار صاروخا باليستيا يعتقد انه مطورا عن صاروخ فاتح 110 وهو اول صاروخ باليستي تستخدمه ايران علنا في نزاع خارجي بخلاف الاعضاء الاخرين في عائله فاتح والتي غالبا ما توصف بانها صواريخ شبه باليستيه فان ذو الفقار يسير في مسار الصواريخ الباليستيه ويصل مداه الى 700 كيلومتر اي 430 ميل وقد استعمل فعلا في هجوم دير الزور الصاروخي عام 2017 ومع ذلك فقد اثيرت شكوكا حول دقه الصاروخ الحقيقيه وقيل ان دقته منخفضه الى حد ما يعتقد ان ذو الفقار وربما افراد اخرين من عائله فاتح 110 يستخدمون انظمه الملاحه عبر الاقمار الصناعيه لتحسين الدقه فاتح مبين كشفت ايران في عام 2018 عن صواريخ فاتح مبين وهي مجموعه صواريخ مطوره عن صاروخ فاتح 110 وفقا لوزير الدفاع الايراني امير حاتمي يمكن إعادة تجهيز هذا الصاروخ بأفراد من عائلة فاتح أو ذو الفقار، يعتقد أن صاروخ فاتح مبين يعتمد على التصوير بالأشعة تحت الحمراء في عملية التوجيه. التاريخ التشغيلي اعتبارا من عام 2017 قالت بعض المصادر ان ايران لديها اقل من 100 قاذفه لجميع انواع صواريخ فاتح 110 قالت اسرائيل في الثالث والخامس من ايار مايو 2013 انها اصابت شحنه اسلحه كانت تضم صواريخا من نوع فاتح 110 كانت متجهه الى حزب الله وقالت اسرائيل انها لن تتسامح مع وقوع اسلحه تغير اللعبه في ايدي حزب الله. بحلول 18 ايار مايو من نفس العام زعمت وسائل اعلام اسرائيليه ان الجيش السوري قد وجه مجموعه من الصواريخ تشرين وهي النسخه السوريه من طراز صواريخ فاتح 110 الايرانيه باتجاه تل ابيب وفقا لصور اقمار الاستطلاع. بحيث يعتقد ان هذه الصواريخ قد تستخدم كرادع ضد الغارات الجويه الاسرائيليه الاخرى على الاهداف السوريه. وفقا لمسؤولين عسكريين امريكيين لم تكشف هويتهم فقد اطلقت الحكومه السوريه صاروخين من فاتح 110 على الاقل في اواخر كانون الاول ديسمبر 2012. ويبدو ان اطلاق هذه الصواريخ كانت في محاوله لاستهداف فصائل المعارضه السوريه بدقه اكبر في اواخر تشرين الثاني نوفمبر 2014 اكدت مصادر ايرانيه ولبنانيه ان حزب الله قد تلقى صواريخ باليستيه ايرانيه من طراز فاتح 110 وضمها لترسانة صواريخه على اعتبار ان مدى تلك الصواريخ يتراوح بين 250 و350 كيلومترا اي 160 و220 ميلا فهذا يعني انها قادره في حال ما اطلقت من لبنان على اصابه اي اهداف في اي مكان في اسرائيل حتى النقب الشمالي لقد اعتبرت اسرائيل تسليم مثل هذه الصواريخ مبررا للرد الوقائي حيث بدات في مهاجمه شحنات الصواريخ وقوافل النقل ومواقع التخزين في سوريا ولبنان لمنع حزب الله من الحصول على هذه الانواع وانواع اخرى من الصواريخ. هذا بحسب الادعاء الصهيوني وهي لم تعد تتجرأ على قصف لبنان او حتى على اختراق حدوده منذ سنوات. وفيما يخص المواصفات فيبلغ وزن الصاروخ ثلاثة آلاف وأربعمائة كيلوغراماً، الطول ما يقارب تسعة أمتار، ويبلغ قطر الصاروخ 61 وستون سنتيمتراً، وزن الرأس الحربي أكثر من خمسمائة كيلوغراماً، وتبلغ دقة الإصابة أقل من عشرة أمتار كدائرة هامش الخطأ. If you like this content... Then support us by pressing the thumb button, share, and subscribe to the channel to be informed of new publications. And don't hesitate to write to us or comment on the subject.